اللي بيخلي الناس بعد اللحظه اقصى لحظه للغضب والفوره اللي طبعا طبيعه بشريه يعني نعم. اعقل العقلاء، اكثر الناس تعليما، اكثر الناس هدوءا في لحظات الغضب، ما بيبقى فيها ما فيها يعني. بعد الوصول للنقطة الصعبة دي، إيه اللي يكسر حدتها السيد شريف الإدريسي؟ العدل ولا الكلمة الطيبة؟ يعني طبعا لابد يستشعر الاثنين. هو لابد إن هو يستشعر مبدئيا إن فيه إن القائم على الأمر ده أو المتحرك ليه ليس له هوى إلا تحقيق العدل للاثنين. واحنا بنقول لهم دايما احنا ما هنقدرش ندي الحق للاثنين، ولكن هندي الفضل للاثنين. هنستشعر الفضل فين بين الطرفين، واللي هنقدر نجمعهم على بوابة الفضل بينهم. السيد الشريف يعني انا من فئة تعلي القانون لأقصى درجة، وتعتقد انه ثبات القانون على الجميع. نعم. وانه كل الناس رؤوسها تتساوى امام القانون، هو ده مفتاح الامان لاي دوله حديثه. انما كمان بالرغم من قناعتي دي، مش ضد فكره صفاء النفوس، يعني في خطوه دايما ممكن تستتبع القانون. عشان كده انا بسال حضرتك السؤال بمنتهى الوضوح، هل ممكن تحكم عرفيا بشيء مضاد او مخالف للقانون؟ لا يمكن ان الحكم العرفي يكون مضاد للقانون، لان احنا مثلا اول حاجه بنطلبها عشان نقدر ناخد فرصتنا كمان، احنا بنحدد اول مسارات المجالس العرفيه ان احنا بنحدد فيها الدم، انت حقك عند مين عشان نبتدي ناخد فرصه في التحرك. فبيكون مثلا حقه عند فلان الفلاني، هو الجاني، هو الجاني على المجال، فبناخذ ونسلم للقضاء. لما بنسلم للقانون وبنسلم للقضاء فبياخذ مراحله الطبيعيه في القضاء. بنيجي نقول له والله انت الحق بتاعك الان عند رجل موجود داخل القضاء، فاحنا يعني انت حقك موجود عند فلان وفلان دلوقتي بيحاكم، لما تنتهي محاكمته ان شاء الله احنا لينا التتبع. ولذلك في بعض القضايا بيكون الـ 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 الصلح بتاعها بعد 7 سنين، ولكن احنا خلال ال7 سنين دي احنا بنحدد حاجة واحدة، انه له حق اصيل عند فلان الفلاني فلا يتبع سواه. فيبتدي المجتمع نبتدي نفك باقي القبائل او باقي الاسر انها تستطيع انها تتعايش مع المجتمع وتشوف. يعني حضرتك كأنك بتحدد المشكلة بدل ما تبقى على المشاع ومتسعة ما بين عيلتين أو قبيلتين أو منطقتين. نعم. تحددها ما بين أطراف بعينها. أي إحنا بنحدد أولا، بنحصر المشكلة في بيت بعينه، إنك أنت بنقول له والله حقك في الأسرة الفلانية، الأسرة اللي هي ما نقدرش إحنا هناك في الصعيد ما نقدرش نقول الأسرة اللي هي الأب والأم والأولاد. لا، بتبقى الأسرة اللي هو الأب والأعمام وأولادهم، فديلا بيبتدوا يلتزموا التزام كامل. وبنفرض الحق لأبناء العمومة الباقيين إنهم هم يتعايشوا بصورة طبيعية في المجتمع ويشوفوا حياتهم ومحدش يعترض لديل. بعد كده بنبتدي يعني نحصر المشكلة تاني في الشخص اللي هو محدد الدم فيه. وبعد ما بنحدد الدم في شخص واحد خلاص انتهى الأمر. الشخص ده في القضاء، وبنطالب في الفترة دي كلها بالعفو. أو يعني إحنا عندنا الصعيد يختلف عن يعني عن مناطق العرب في سيناء وفي مطروح في قبول الدية من عدم قبولها. الصعيد عندنا بيقبل شيء تعارفوا عليه أزلا اللي هو الكفن، وهو الاعتراف بالحق والاعتراف بأن صاحب الحق له القدرة على أخذ حقه، والمجتمع بيقول له أنت قادر على أخذ حقك، ولكن من أجل كل المجتمع المحيط بيك، ومن أجل القبائل المحيطة بيك، ومن أجل الناس اللي مقترنة بيك وعايزة لك الفضل، إحنا بنجي لك. فبيعفو وبيتم المصالحة.